وزارة الصحة العراقية تدق ناقوس الخطر، والصحة العالمية تطمئن العراقيين، والحملة الوطنية للتحصين ضد الوباء تمضي بلقاح أسترازينيكا أكسفورد المقر من منظمة الصحة العالمية. المراكز الصحية تسجل إقبالاً وصف بالجيد من المواطنين بمعدل أكثر من 44 ألف مواطن، ليرتفع العدد الكلي إلى أكثر من 56 ألفاً دون تسجيل مضاعفات شديدة. هناك إقبال شديد من المواطنين على المؤسسات الصحية والملافذ التلقيحية. بدينا ب 666 منفذ تلقيحي في عموم العراق، وفي رصافة 35 منفذ تلقيحي. اليوم احنا الحمد لله زيدنا المنافذ التلقيحية الى 70 منفذ تلقيحي بعد لاحظنا اقبال المواطنين. نتيجة الاقبال المواطنين احنا راح ان شاء الله نفتح بالاسبوع القادم منفذين جديدة للقاحات. المواطن طبعا هذا كله يعتمد على وعي المواطن. بدأت الاقبال يتزايد يوم ورا يوم، بدأت الاقبال تزايد على اخذ اللقاح. وفي الوقت الذي شهد فيه الواقع الصحي أعلى معدل إصابة منذ تفشي الوباء بواقع أكثر من 38 ألفا خلال الأسبوع الماضي، وهو الأعلى منذ بدء الجائحة، في ظل استمرار التهاون والاستهانة للالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية، فإن التوصيات جاءت بضرورة المضي بأخذ اللقاحات بموعدها المحدد دون التراخي بباقي الإجراءات الاحترازية. المرض انتشر بصورة فظيعة وصار العدد كبير بالعراق بال6000، وهذا يعني كلش خطر على العراقيين، فضروري واحد يلقحت يقلل من الإصابات، وضروري واحد يلتزم بالإجراءات الوقائية، يعني الالتزام بالكمامة والتعقيم والتباعد الاجتماعي. الجرعة الأولى أخذتها بتاريخ 11/3، المركز الصحي حدد لي يوم 1/4 انه اجي القح الجرعه الثانيه، طبعا بعد مرور 3 أسابيع من الجرعه الاولى. والحمد لله والشكر الجرعه الاولى اخذتها ما صارت عندي اي اعراض. المشهد العراقي برمته يترقب بشغف لما بعد تلقي اللقاح، فالصحه العالميه تؤكد ان لقاح استرازينيكا يقي بنسبه تصل الى 80% من الاصابه بكورونا، في وقت تنعقد الآمال على تغيير في المنحنى الوبائي للبلاد عند الاستخدام الكافي له. من بغداد سجى جاسم، العراقية الإخبارية.